يتفنن أهالي البحرين في استعداداتهم لاستقبال العيد الوطني المجيد، وخصوصا الفتاة البحرينية والتي لا تنفك من البحث عن كافة الأمور التي تزيدها جمالا في العيد في هذا اليوم المميز. الزميلة خولة لجرينيز تابعت آخر الاستعدادات في الشارع البحريني لاستقبال هذه المناسبة. حب وعطاء، شموخ ووفاء، يرسمها أبناء البحرين احتفالا بالعيد الوطني المجيد من خلال التجهيزات اللافتة التي تقوم بها الأسر البحرينية ليظهر أبناؤها بشكل جميل يليق بهذا الاحتفال. فالأسواق تكتسي باللونين الأحمر والأبيض، والمحلات تتنافس في طرح الأزياء الوطنية التي تحمل رونقا خاصا. فالمرأة ترتدي العباءة التي تحمل تطريزات مختلفة مزينة بالشعارات الوطنية، بالإضافة إلى الأوشحة والإكسسوارات المرتبطة بهذه المناسبة، فيما تتم خياطة الفساتين بلون علم البحرين للفتيات والأثواب المطرزة للأولاد، ليكون هذا اليوم بالنسبة لهم مختلفا. صممنا عدة موديلات من العبايات، من وشاحات، ومن بعض الجاكيتات، وبعض الأشياء مثل أعلام مثلا، فأشياء كثيرة يعني صممنا. فكان إقبال، فعلا إقبال كان قوي على هالوشاحات، خاصة بمناسبة الأعياد الوطنية عيد يعني 16 ديسمبر. فبالعكس كان يعني إقبال جيد من قبل أجانب، من قبل البحرينيين، من قبل حتى المقيمين، ما شاء الله كانوا يأخذون منا بكميات. وطبعا هاي عيد الكل يعني يفرح بهذا اليوم. مراكز التجميل النسائية وضعت بصمتها الخاصة استعدادا لاستقبال هذا اليوم، حيث قامت بتخصيص ركن تقدم فيه كافة الخدمات المتعلقة بزينة المرأة للعيد الوطني، بدءا من نقوش الحناء المتميزة ووصولا إلى تلوين الأظافر والرسم عليها بأشكال مختلفة باللونين الأحمر والأبيض. والله بما ان هاي الفتره فتره العرس البحريني، ما شاء الله كلنا تجمعنا ربع واهل واصحاب، وكلا على السوق، واللي ياخذ له تيشرتات، واللي بناطلين، واللي عبايات جديده، وفيها كلها شعار البحرين. وما شاء الله حتى احنا كبنات بدينا نسوي استعدادات العيد الوطني، مثل اللبسنا شلون راح يكون، شنو الاعلام اللي راح نحملها، شلون حتى راح نرتب سيايرنا، مو بس الصبيان رتبون سيايرهم حتى احنا. وما شاء الله حتى اظافرنا بدينا انه نرتبها، وهي الشغلات حق اللي هو الاستعدادات كلها بالاحمر والابيض. هذه التجهيزات لا تقتصر على الاسواق المفتوحه، ولكنها تمتد الى مواقع التواصل الاجتماعي التي اصبحت في الاونه الاخيره مركزا معتمدا للحصول على كل ما هو جديد ومرتبط بهذه المناسبة، حيث تقوم بتوفير الأغراض المختلفة التي تحمل الشعارات المتنوعة، صورا لرموز البلد، عبارات وطنية تمت صياغتها للأعياد الوطنية. استعدادات متميزة تحمل سحرا خاصا متوهج باللون الأحمر، تتزين به بنات البحرين ليظهرن بأبهى حلة في العيد الوطني المجيد. خولة الجرينيس لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.